في وقت دقيق وحساس تأتي المناورة الكبرى لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فما سمح بنشره بشأن بعض مما تضمنته المناورة يمثل ضربة محققة لإسرائيل، وتكتيكيا قد يكون للمناورة ما بعدها، ولا سيما أنها أبرزت تطورا نوعيا في قدرات المقاومة التي تؤكد اليوم أنها جاهزة ومتأهبة لمواجهة أي عدوان. إن مناورة الوفاء لضفة الثوار، والتي اشتملت بفضل الله تعالى على رمايات صاروخية ومدفعية تجاه أهداف افتراضية، حققتم فيها نتائج متقدمة، فضلا عن المناورة العسكرية بالذخيرة الحية التي شاركت بها الوحدات القتالية المختلفة. مناورة الوفاء لضفة الثوار تخللتها تجارب صاروخية هي الأكبر، ومحاكاة لاقتحام مواقع عسكرية إسرائيلية، وعمليات إنزال وخطف خلف خطوط العدو. مناورة تمثل تحديا جديا لحكومة نتنياهو التي تصاعد عدوانها على الشعب الفلسطيني. في الوقت الذي الكل ينتظر يعني رمضان ساخن والحديث عن مخطط إسرائيل لاقتحامات المسجد الأقصى وتغيير الوضع الراهن، تؤكد سرايا القدس أنها حاضرة وجاهزة لأي الخيارات وأنها لن تكون بعيدة عن الضفة الغربية. العنوان الثاني المسمى التكريس الأساسي لوحدة الساحات. وتأتي المناورة بعد أيام قليلة فقط من انتخاب حركة الجهاد الإسلامي قيادتها الجديدة، في سياق يؤشر إلى الثبات على نهج المقاومة الذي تعتبره الخيار الأوحد لاستعادة الحقوق. هي رسائل قوة وتحد تجددها سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية، رسائل تؤكد تطور المقاومة وقدرتها على ردع أي عدوان إسرائيلي على امتداد الجغرافيا الفلسطينية. أكرم دلو، الغزة، الميادين.